الدعاء لداعي القصر. اللهم إن هذا داعي آل محمد الطاهرين الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيما وجعل در إمامتهم في سلك النصر نظيما وهو عصمة اللائذين وكاف المؤمنين سيدنا ومولانا أبو جعفر الصادق عالي قدر مفضل سيف الدين نجل الداعي الأجل الحي المقدس سيدنا ومولانا أبي القائد جوهر محمد برهان الدين فأطل اللهم عمره وأعلي أمره وآته من لدنك سلطانا نصيرا وافتح له فتحا يسيرا وراعه بعينك واحمه بحفظك واجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.